النهارده دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع مع وزير التموين وايضا مع وزير الماليه، نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر بخصوص الاسعار وبخصوص ايضا الخطه الجديده، الخطه الطموحه في الموازنه الجديده. اتفضل يا فندم. يعني خلينا نبدا بالاجتماع الاول بخصوص الاسعار، كان تمام. يعني اطرافه سيد وزير التموين وايضا رئيس اتحاد الغرف التجاريه، باعتبار يعني جمعنا كل اطراف المعادله السعرية للأسعار الحكومي والخاص ممثل في الغرف التجارية. طبعا الأسعار يعني زيادة أسعار المحروقات الزيادة الأخيرة الحمد لله لم ينتج عنها يعني تأثير ملموس على زيادة الأسعار، خاصة الأسعار يعني أقدر أقول الساعة الأساسية تحديدا تقريبا لم يحدث فيها أي تغيير، وده طبعا نتيجة أن الحكومة السلع الأساسية اللي هي بمعنى إيفن السلع الاساسيه زي السكر الزيت الارز، هذه السلع يعني بنعتبرها او تدخل ضمن السلع الاساسيه التي لا يستغني عنها اي بيت، تدخل في يعني الوجبه الاساسيه للمواطن المصري. فهذه السلع لم يحدث فيها اي تغيير طبعا نتيجه ان الحكومه عملت على مدار الفتره الماضيه، لان احنا كنا عارفين ان في يعني زياده في اسعار المحروقات، فتجنبا لان هذه الزياده تنعكس على الاسعار عملنا على تكوين مخزون استراتيجي، وده طبعا كان بناء على رؤية السيد الرئيس هو اللي وجه بهذا الأمر. لأن يعني في الفترات الماضية كان مخزون السلع الأساسية برضو تاني هذه السلع كان ربما لا يتجاوز شهر أو شهرين في أحسن الأحوال مخزون سلعي. النهاردة عندنا بعض هذه السلع مخزونها يتجاوز 6 أشهر، يعني الحد الأدنى أصبح 6 أشهر، وبعض هذه السلع مخزونها يتجاوز 6 أشهر. ايه اهميه هذا المخزون؟ اهميه هذا المخزون ان بيعمل لي وفره في العرض، فلما بيكون عندي وفره في العرض انا كحكومه بقدر اتحكم في السعر، فبحول دون زياده السعر، لان لما بيزيد الطلب عن العرض فعندئذ يعني يقل المعروض في السوق، فيحدث تلاعب ويحدث احتكار للسلع ويحدث زياده غير منضبطه في الاسعار، لكن لما انا كحكومه يبقى عندي وفرة في هذا المخزون أستطيع أن أنا أنزل بعرض سلعي وفير إذا ما حدث أي تلاعب في الأسعار أو أي زيادة غير منضبطة. فالحمد لله ده كان العامل الأول اللي أسهم في تثبيت الأسعار. العامل الثاني طبعا انخفاض أسعار الدولار على مدار يعني الأشهر الماضية، ده نتج عنه انخفاض في أسعار المواد الخام ومدخلات الصناعة، وبالتالي برضو مارس تأثير إيجابي على الأسعار. فالاجتماع النهاردة تم التأكيد على هذه المحددات. الغرف التجارية قالوا أن من جانبهم مفيش أي زيادة في الأسعار، وأن يعني حتى زيادة أسعار المحروقات في الفترة الماضية يعني تم امتصاص يعني أثرها نتيجة الوفرة في المعروض، نتيجة برضو أن الناس عملت مخزون كويس جدا من السلع خلال شهر رمضان، احنا وفرنا السلع باسعار يعني مناسبه، فالاسر المصريه انت حضرتك عارفه الثقافه المصريه لما بيلاقي حاجه يعني امن نفسك بيقول لك امن نفسك في كيسين رز وكيسين مكرونه وحاجات كده. فهم بالفعل عملوا كده، فيعني مفيش حاجه ماسه دلوقتي ان هم يشتروا، لسه المخزون موجود، وحتى لما يبتدوا هذا المخزون اللي تم تكوينه خلال شهر رمضان يبتدي يخلص ويبتدي زياده يعني في الطلب، احنا جاهزين لهذه الزياده بنفس الاسعار للمره الثانيه بنفس الاسعار. تمام، مفيش زياده في الاسعار. وطبعا اللي انا هقوله ده بعد اذن حضرتك سيد المستشار نادر سعد بعيدا عن الاجتماع، لكن خليني اكد انه وجود الاجهزه الرقابيه في الشارع المصري برضو ساعدت على ضبط السوق، وعشان كده بنطالب بانها تستمر في تواجدها في السوق. ده جزء مهم جدا طبعا. وجود الاجهزه الرقابيه اسهم بشكل كبير في تثبيت الاسعار، حتى اسهم في ان السنه دي بعد زياده اسعار الوقود ما حصلش المشادات والمشاكل اللي كنا بنلاقيها في اسعار تعريفه الركوب. يعني ركوب السيارات، لان الحكومه برضو من قبل الزياده ما تعلن عملت جداول للزيادات الجديده اللي يتم تطبيقها، وراعت فيها ان احنا نعمل توازن في المصلحة ما بين متلقي الخدمة اللي هو راكب واللي بيقدمها، لأن اللي بيقدمها في النهاية برضو هو مواطن مصري مسؤول عن بيت، يعني سائق سيارة الأجرة أو سائق سيارة الميكروباص هو مواطن بس مصري. العقل والمنطق والجزء البسيط مطلوب.
مظبوط كده، ما هو ده اللي انا بقوله لما قلنا نعمل توازن ما بين الطرفين. فالتعريفة الجديدة اللي تم يعني اعلانها راعت هذا التوازن، عشان كده ما حصلش كم المشاكل اللي كان بيحصل زمان. وده برضو انعكس يعني لو حضرتك تابعتي الفترة اللي فاتت منظومة الشكاوى الحكومية عملت تقرير عن الموضوع ده تحديدا، ولوحظ انخفاض نسبة الشكاوى بنسبة 30% عن العام الماضي فيما يخص. واسمح لي سيادة المستشار نادر انه درجة ايضا لوعي الشعب المصري، يعني دايما بنراهن على وعي الشعب المصري. طبعا الشعب المصري ده يعني هو البطل في كل ما نحققه من انجازات. يعني احييك ان حضرتك ذكرت هذه النقطه، وعي هذا الشعب وصبر هذا الشعب هو اللي وصلنا لما نحن فيه الان. صحيح صحيح. إيه لقاء وزير الماليه مع معالي رئيس الوزراء يا فندم؟